اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه من اقوى حلقات برنامج حكايه على الهواء. وعلى الهواء مباشره نتناول كل المشاكل الاجتماعيه ومن اهمها المشاكل الزوجيه وما يحدث خلف الابواب. ويشرفني ويسعدني بوجود الشاعر اشرف حلمي. اهلا وسهلا استاذ اشرف، نورتنا. الشاعر بتاعنا الجميل النهارده. وايضا يشرفني ويسعدني ب الإنسانة القوية، أسميك الإنسانة القوية اللي جيت البرنامج وتفضلتي، مشكورة. ويا ريت كل الناس تبقى زيك، يعني لما يعرفوا البرنامج بتاعنا حكاية على الهوى. الأستاذة أميرة، أنا عارف إنك أنت جاية ومرهقة جدا والله، وربنا يعينك، عشان الكلام اللي أنت قلته لي قبل ما نطلع على الهوى كلام حقيقي لازم نشارك فيه الناس كلها، بدل طبعا ما تقعدي لوحدك لازم يبقى في شيء من الفضفضة. بس أرجوكي تمسكي أعصابك وانت بتتكلمي، لأنك انت أثرت فيا أساسا وانا طالع على البرنامج. ولغاية دلوقتي أنا مش مصدق إن في بشر ممكن يعمل كده، أو زوج يقدر يعامل زوجته بالطريقة دي. فلأن المرأة دي يقولوا نص المجتمع، بس أساسا أنا شايف إن المرأة دي المجتمع كله. فأنت تطمني، المرأة دي هي أمي وأختي وأختك وأمه، بتمثل المجتمع كله، كل حاجة في كل شيء. فأتمنى أنك أنت تقولي الحكاية بتاعتك، عشان بعد كده نبقى لو المشاهد ليه أي وجهة نظر ياريت يبقى يشاركنا في المشكلة. وعامة يعني إحنا بعد قليل هيبقى معانا الأستاذة سماح سليم المحللة النفسية، اللي هي برضو إيه إن شاء الله تبقى تقعدي وتسمعيها. انت حضرتك قبل ما نطلع البرنامج قلت لي انك انت متزوجه وعندك ولد، بسم الله ما شاء الله، سنه وثلاث شهور. حقيقي. طب حضرتك ابتدي، يعني ايه اللي انت عايزه تقوله لي، واكنك بتوجهي لي الكلام كده بثبات نفسي بدون اي ايه، بدون اي قلق. يعني حضرتك، انا جوزت من 3 سنين، جوزي محامي. ايوه. بعد الجواز وبعد الخلفه اكتشفت ان هو له علاقات كتير ببنات، و يعني الموضوع صعب، يعني مش عارفه بصراحه ابتدي منين، لان الموضوع مضايقني قوي. بدا من هنا يختلف معاملته، و نبقى قاعدين مثلا بكلمه انت بتعمل ايه، دايما بيزعق فيا، ما بيصرفش عليا. لما اكتشفت في البداية خالص ان هو يعني ليه علاقات كتير ببنات وبيكلمهم والكلام ده، طبعا انا رفضت. تمام. فقلت له لا، انا مش هينفع معايا الموضوع ده، فلا انفصل. فقال لي مش هينفع، طب عندك المحكمه وروحي ووقفي اللي انت عايزاه اعمليه. كنت بروح بقى، يعني كنت بغضب على طول، بروح عند بابا وجماعه، ف يا بنتي بيت جوزك عيشي عشان ابنك، الكلام اللي هو التقليد اللي دايما بسمعه. تمام. ف برجع بلاقي المعامله بتبقى أسوأ. يعني لما بنبقى مثلا يعني مؤاخذه بنبقى نايمين وكده، فبيدينه ظهره وتشات بقى، فطب انت بتعمل ايه؟ فحل عني، اسكتي. بعد مده قد ايه يا استاذه اميره حصلت؟ 3 سنين. في 3 سنين كده المعامله بدات تختلف. في حكايه برضو المصاريف، بيقول لي انا مش هصرف، هو معاه فلوس. تمام. بس ما برضاش يصرف عليا ولا على ابنه، بيفضل ان هو يصرفها في اماكن تانية. فانا هعمل ايه؟ انا طلعت برضو اشتغل في حضانه مشرفه، فكنت باخد ابني معايا، لان حماتي وجماعه ما كانوش كويسين معايا، وكانوا عماتي كانوا بيبصوا لي بصه وحشه قوي، اللي هو انت ايه اللي انت بتعملي ده؟ يعني انا في نظرهم كنت حاجه وحشه قوي، مش عارفه يعني انا عملت ايه. تمام.
فيجي اخر الشهر يقول لي انا عايز نص المرتب بتاعك. طب نص المرتب لا، طب انت ما بتصرفش عليا، طب انا هديك ليه؟ يعني انت نزلتي واشتغلتي واخده ابنك معاكي؟ اه باخده معايا. وبعد كل ذلك بيطلب منك نص المرتب؟ اه بقول له طب انت عايز ليه يعني، انا كفايه ان انا سبتك تنزلي تشتغلي. تمام. ف يعني مش عارفه يعني بصراحه يعني مخنوقه قوي. لا احنا اتفقنا قبل ما نطلع انك انت ايه تفضفضي بره الاستديو علشان نعرف ايه نكمل حوارنا، وعشان ايه نعرف نحل عامه. يعني انا حليت الموقف بتاعك ان انا عايز اعمل ميزان في الحلقه ما بين الـ 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 المشكله اللي انت فيها دي، وقلت ممكن ناخد بدايه حقك بشويه من الشعر من الشاعر اشرف حلمي. فدلوقتي هيرد عشان بس ايه تهدي كده ونشوف الابتسامه اللي انا شفتها دي عليكي كده. اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك ان لسه الدنيا بخير، وفي زيك كتير جدا جدا مقهور ومظلوم، وانت مثال لكتير جدا جدا جدا. عشان كده استاذ حسام حالات الطلاق زايده جدا جدا، اكيد لاسباب ماليه لاسباب حاجات كتير يعني مش عايزين نتكلم في التفاصيل بتاعتها، بس هو فعلا واضح انها مقهوره ومظلومه، وممكن يكون ده سوء اختيار، ممكن يكون ده بسبب هو في النهايه نصيب. في نصيب. في النهايه بيبقى نصيب. اه طب انا برضو سؤال قبل ما يبتدي الشاعر اشرف، هو كان بيعاملك ازاي؟ كان في فتره خطوبه؟ كان اه سنتين فتره خطوبه. اه سنتين. كانت معاملته عامله ازاي في فتره الخطوبه؟ كانت كويسه جدا يعني، كان معيشني بقى في حب ودباديب وانتي الملكه بتاعتي يعني فتره الخطوبه كانت كنافه بالمانجا يعني. اه بصراحه كانت احلى فتره. طيب بس اكتشفت وبعد كده اول ما دخلت واتجوزتي قلبت بشوربه عدس. اه ده حقيقي. طيب. ماشي اتفضل يا استاذ اشرف. طيب احنا ممكن نترجم الموضوع ده لقصيدة شعر عشان تهدي القعده شويه ان شاء الله يا فندم. هقول يا كل بنت مش عارفه حقها فين، يا كل بنت سابقه سنها بسنين، يا كل بنت جرحها بينزف انين، يا كل بنت حروف اسمها تيهين. طبعا عرفتم بتكلم على مين، بتكلم على البنت المصرية بيقولوا عليها نكدية، البنت اللي شالت وربت وحبت ما تحبت، البنت اللي شالت وربت وحبت ما تحبت وتهانت وتثبت ولسه في حلمها بتثبت، البنت اللي شربة المرار الطافح، البنت اللي طول عمرها بتكافح، البنت اللي ممكن تنجرح وتسامح. الحب عشان يفضل عايش مش محتاج فارس بحصان، الحب عشان يفضل عايش محتاج شوية أمان، الحب عشان يفضل عايش مش محتاج لحاجات كتير، الحب عشان يفضل عايش محتاج شوية تقدير، الحب عشان يفضل عايش محتاج تحب الضمير. ما تسيبش البنت على الهامش وتقول في غيرها كتير، الحب عشان يفضل عايش محتاج لقلب كبير. الله عليك، احسنت والله العظيم. سمعتي كل ده مدح في الام وفي المراه. بنحاول حتى في البرنامج ناخد حقك حتى ولو بكلمتين حلوين في الشارع. ربنا يخليك يا استاذ حسام. عامه انا عايزه اقول لحضرتك انا جايه حضرتك البرنامج ده، انا بقول للمسؤولين اللي شايفيني انا عايزه حقي، انا عايزه اتطلق من البني ادم ده، مش طايقه اعيش معاه تاني. طب هل انت طلبتي الطلاق منه؟ طلبت طلاق كم مره. بيهددني بقى بالولد، انا هاخده مش هخليك تشوفيه تاني. دايما دايما يهددني ان انا مش هشوفه، فانا علاقتي بيه كويسه جدا بابني، فمش هينفع اسيبه. ف هو يعني في الاول كان كويس،
بس انا مش عارفه ليه يعني البنات والكلام ده. يعني انا في مره كنت ماسكه موبايله فلقيت واحده بتقول المخلوقه اللي عندك دي بتعمل ايه لو عليكي. ما حاولش ان هو يرد. طب وانت عرفتي ان هو بيكلم مين؟ دايما بشوف ان هو بيكلم بنات كتير، مش واحده يعني مش واحده بس معينه. لا مش واحده معينه، بس كان في طريقه بقى كان بتلكك في معظم حاجات، يعني في الاكل كان مثلا يعني عايز يوم سمك يوم لحمه، طب قومي اعملي لي، طب اخفي، طب امشي، طب الاسلوب ده. فبقول له طب انا بتضايق يعني راح شعوري شويه وفي مصاريف يعني. ف هو ده اكل اللي انت عاملاه ويدلوه في وشي، ده اسهل حاجه ممكن يعملها. مش مظبوط الكلام. لا خالص. انا عايزه اقول لحضرتك انا حاولت انتحر قبل كده. يعني حاولتي؟ حاولت يعني. لا هي بس هقول لك على حاجه، خلينا من يعني احنا برضو ده بنصحك وبنوه للمشاهدين ان مفيش حل للمشكله بان انا في الاخر افكر ان انا يعني ايه انتحر او اموت. مش ده الحل، لان لو كل واحد في حاله يبقى اصبحت انت انسانه ضعيفه، ومفروض المراه تبقى انسانه قويه. وعامه الرساله وصلت. انا بشكرك جدا على حضورك النهارده وجرأتك، واتمنى ان كل الناس اللي عندها مشاكل تبقى جريئه تفتح ابوابها، مش عمليه نميمه ولا عمليه نجرس، ما تكتمش مشكلتها، تيجي وتقول المشكله بتاعتها، وان شاء الله بنلاقي لها حل مع المحللين النفسيين ومع دكاتره متخصصين. اشكرك جزيلا جدا على حضورك، وان شاء الله لو انت هتنتظرنا بره، لان احنا هنطلع فاصل دلوقتي، وبعد دقيقه ولا حاجه هنبقى مع الأستاذة سماح سليم إن شاء الله محللة نفسية، وهعرض عليها الكلام اللي انت بتقوليه دوا، وياريت تتابعينا وإن شاء الله هيبقى خير. وأنا بشكرك مرة تانية على حضورك، وبشكرك على أنك انت حصل شوية فضفضة على الأقل تطلع من البرنامج باستراحة. وصدقيني أكبر من أي حد، انت لو على حق وبتعاملي جوزك كويس وهو بيعاملك كده، في حاجة اسمها رب كريم. انتظرونا فاصل ونواصل.